تخليد الشعب المغربي الاحتفالات الخاصة بالذكرى 47 لعيد المسيرة المظفرة الخضراء، والتي بالمناسبة نهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي عامة وساكنة الأقاليم الجنوبية خاصة بهذه الذكرى الغالية على جميع المغاربة. يعطي المجلس الإقليمي بهذه المناسبة انطلاقة مجموعة من الأوراش والمجموعة من المشاريع، منها ما هو رياضي، منها ما هو أمني، منها ما هو اجتماعي، ومنها ما هو صحي، لعل أهمها مشروع يتعلق ببناء 5 ملاعب للقرب في إطار اللبنة الأولى من بناء البارك بروفانسيال ديال المدينة، طبيعة الحال بشراكة مع بلدية الداخلة. هذه الملاعب القرب والتي ستشكل أرضية رياضية مهمة لساكنة مدينة الداخلة، ولا سيما ساكنة حي الغفران، حي بيرانزران، حي التونسي، حي المسيرة، والتي ستشكل إن شاء الله واحد الأرضية لرياضي مدينة الداخلة لكي يمارسوا هوايتهم في أحسن وجه. المشروع الثاني والذي يتعلق بالمجازر البلدية بشراكة مع بلدية الداخلة، سيتم هيئة المجازر الحالية لكي تصبح إن شاء الله في حلة جديدة، وتصبح إن شاء الله تؤدي واجبها وأهمها على أحسن وجه، دائما في إطار الحرص على الأمن الاجتماعي في مدينة الداخلة، وبتنسيقية مع مديرية الأمن سيتم إنشاء إن شاء الله بهذه المناسبة وإحداث مركزين للأمن بمدينة الداخلة. الأمر يتعلق بكل من حي الوحدة وحي النهضة. تخليدا للذكرى 47 لعيد المسيرة الخضراء المظفرة، اليوم كان هنالك العديد من الأنشطة اللي كتهم التدشين ومجموعة من المشاريع اللي كتهم تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، واللي كان من خلالها تدشين طريق المؤدية للمعاهد لو اس جي ولو اس تي، واللي كتهم تحسين ظروف الدراسة بالنسبة للعديد من المرتفقين. وأيضا بالنسبة لجامعة الداخلة كان هنالك مشروع إعادة وتهيئة الإنارة العمومية وسط المدينة، واللي كتهم العديد من الأحياء والأزقة الرئيسية في المدينة. يلا.